مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في برنامج يوم جديد وفقرة نقاش. اليوم معنا الأستاذ أحمد ولد نديف، المسؤول الإعلامي لجمعية ريان. جمعية ريان هي جمعية نشطة على وسائل التواصل الاجتماعي، وهدفها طبعا هو مساعدة الآخرين. إذا الأستاذ أحمد ولد نديف، مرحبا بك معنا اليوم. تكلمنا شوي عن بداية تأسيس جمعية ريان وتعريف بها. جمعية ريان جمعية تأسست عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تأسست نتيجة عدة عوامل تقدر تقول عن هذه الوسائل اللي عن الإنترنت سلاح ذو حدين. فنحن في مجتمع فيه ياسر من الخلق يعاني، عايش معاناة، تكردوا أمور عدة، من يمشي يسول، من يمشي يطلب، ما يقدر يطلب الناس، ما يقدر يطلب مساعدة. على الأقل جاره حس بمعاناته، بعض المعاناة وصورها يوصلها لنا، نحن من خلالها نوصل. ونختار نقول عن هذه الجمعية تأسست بجهود واحدة من الأخوات، يعني جهود فردية، جهود فردي أصلا، تأثرت بمجموعة أخرى كانت فيها في الواتساب وفيسبوك، وشافت ذي الأمور اللي هي كاملة، تأثرت بها الأخت نفيسة خيبة بشياخ، فنانة معروفة، تأثرت بها، حاولت مولي من خلالها تخرج طاقة، بدل ما تعود المرأة تعود قاعدة في الدار بلا نتيجة، تعود عندها نتيجة، نتيجة من خلالها مساهمة في المجتمع، يعني مساهمة في ذاك التكافل الاجتماعي اللي كان عندنا في مجتمعنا نحن، في المجتمع إعادة إحياء. والحمد لله قاع ما مات، ولا ولا يموت بنا اللي في مجتمع الحمد لله مسلم، ولا نقدر نعودوا نراعوا في الهيئات الأخرى التنصيرية وياسر من الأمور. ونعود نحن المجتمع المسلم اللي ديننا يأمرنا بعنا، هي كافية نشر هذه الثقافة مساعدة الآخرين. يعني جايك لأن نوصل لك الفكرة عن الأسباب اللي تأسست هي عليهم. تأثرها هي ذي الحالات اللي شافت تصلت مجموعة من صديقاتها عبر الواتساب وفيسبوك، وفي البداية تفاعلوا معها كاملات، عقبوا عاودوا يمشوا وحدات ويبقوا يا بركات. هي فيها 99 امرأة راجل، ستة منهم أعضاء دائمين، وفما فيها حالات. الحالة تنقبض بطريقة بسيطة جدا، عندك جار تعبان جدا ولا عنده معيل ولا عنده حالة لا يوصل بها، يصور مشهد يمشيه لنا لقطة مقاطع فيديو، مقاطع فيديو عن طريق الهاتف المحمول، يصور هذه المقاطع يوصلها لنا، ونبدو نحن تبدأ الأخت نفيسة بجهودها هي وزميلاتها البحث عن محسن، يعني عن محسن، محسنين قاع وحدين، والمحسنات عادة نساء فيهم المقيمات في الخارج وفيهم وحدات هون. هذا ترى على الأقل يمرق المرأة من إطارها التقليدي عنها ربة بيت وقاعدة في البيت وبلا دور آخر. هون عدت تساعد المجتمع من خلال هذه الأمور اللي هي يعدوا عمليات سقاية، يعدلوا ذبيحة ويشبهوا للناس الضعاف. هون واحدين يواجهوا في مجتمعنا يعطوه زمن ما شافوا الحن، ولا شافوا يشوفوا منه ربع، والله شوي لا يسمن ولا يغني من جوع. على الأقل توصلوا لهم عندهم، يعني بحاجة على قلبهم، تجيبوا لهم عند بلادهم على قلبهم من دون صوت ومن دون أي كلام. ظهورنا الإعلامي هذا هو الأول، ما هو من أجل بروباغاند ولا دعاية ولا أي شيء ياك تتمونك الناس أنا كاملة تقدر تعدل له، كاملة تقدر تقوم فعل الخير، وكاملة تقدر تكله بعض ويساعد بعضه من دون أن يقرر هذه. هم ذا الخلق اللي يعدلوا ذا العمليات أساسا، أكد لك 99% منه ما يعرف من معدله، ولا يعرف من شاري له جهاز طبي، ولا يعرف من أعطاه كيلو اليوم، ولا يعرف من أعطاه عشاه البارح، ولا قداه اليوم من منين جاي، ولا يعرف المويه اللي يشرب فضته جاي من منين. جميل. إذا نحن نختار نعرف كيف كانت البداية، يعني كيف شنو الحالة اللي بدأت بها، يعني بداية بسيطة. تصلت الأخت نفيسة بالأخوات ستة، معها هم الأعضاء الرئيسيين معها في الجمعية، تصلت بهم وتفاعلوا معها حالا، وقالوا أي حالة رأيتيها
نحن مستعدات لها. عندنا نعدلوها. ما هي عندنا؟ ما هي عندنا؟ نشوفوا دعم من أخوتنا، من أزواجنا، من زملائنا في العمل، من المحيط، يعني محيطنا، من المحيط بصورة عامة. نشوفوا تفاعل الناس معنا، ولا يتعطينا فعلا وعطات الناس فعلا وبذلوا جهود حثيثة على توصل هذه رسالة فعل الخير. بلي رسالة مهمة فعلا، مهمة جدا. إذا طبعا نحن بما أننا مقبل طبعا قبلنا على السنة الدراسية، طبعا فم أطفال يقعدوا ما عندهم حقائب مدرسية، والشتاء أيضا تقريبا بدأت مؤشرات وتبدأ مثلا من تركانكم حاولتوا تعدلوا حملات الجمع الحقائب المدرسية للأطفال والثياب والهدايا للأطفال، يعني بما أنهم بحاجة لمساعدة. هذه أمور دائما نشتغلوا عليها، غير نحن قلت لك كيف البداية أنا نشتغلوا على إيش؟ على حالة إنسانية لا هي أكبرها مولاها ويعلمنا بها. نحن منا أولياء ولا يكشفنا، على الأقل صورت الحالة وصلها لنا. أي حد وصل لنا حالته راجن عنا من خيبوا ظنه، راجن عنا ما يجينا حد يسوى هو منهم ولا نعرف هو منهم. وهون لهي نتكلم لك عن قصة شاهدتها أنا، اتصلت بي الأخت نفيسة، كانت عندها ظروف تمنعها من تمشي ذاك الشخص المجهول اللي كانت تمشي ويعدل ذيك الأمور كاملة اللي عدل. أسرة في بداية فصل الخريف عندها منت ما هي مصحة حتى، بمعنانا نحن عندها مشاكل عقلية. كانت مزوجة، طلق زوجها وجابها مجنونة وطرحها لأهلها هي وتركتها وعادت في بيت عندهم بيت ومبار، البيت وبريق صغير، البيت يكتر كامل وهو اللي مسكنة فيه دي الأخت، شفاها الله إن شاء الله، قولوا آمين آمين إن شاء الله، شفاها الله. واتصلوا بها وهي ما تعرفون من هم، والنساء اللي في الريان ما يعرفوا هي من هي ولا هم الأسرة هذه من هم. اتصلوا بي، اتصلت بي أنا فيسا ومشيت شهرهم وقفت عليهم لين جيت ووقفت على الحالة ووقفت على المشهد. الأولي مشهد فعلا في ياسر من الألم على مجتمع مسلم 100% وتعد فيه أسرة اللي ملح ولا ملح جار، لكن في ملح صور سمع في زرهم طوابق وهما بيناتهم في حالة يندالها الجبين. كان طلبهم شنو؟ أن يغير لهم السنك، لا يرفدهم الماء. كان طلبهم بسيط جدا، تغيير يعني تهيئة المكان، تهيئة المكان وبسنك مالي، ما هو بيتون، ما بسمت مسلح ولا هم يحزنون. طبعا جميل جدا. وجينا وبدلنا هذا السنك وفرحوا له فرح سبحان الله ما يوصفوا لك أي شيء، ما يوصف سعادة اللي تشوفها بعينين أي حد. تقدر تعطي سنة تراقد حاسس براحة نفسية غريبة. إذا تحس إنك تقوم رسمت البسمة على وجوه الآخرين من خلال المساعدة. وهذا هو الهدف الأساسي من عمل الخير، والهدف الأسمى لعمل الخير. كيف قديتوا طبعا ضرك الناس عدوا تواصل وسائل التواصل الاجتماعي عدوا كيف الهواء والمثلا عدوا مسائل ضرورية، كيف حولتوا هذا التواصل إلى عمل؟ يعني هذبتوه، البعض يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي استخدامات بلا فايدة مثلا، والله زاد تعود بلا فايدة على المجتمع حتى هو وقع من نفسه بلا فايدة عليه. كيف سخرتوا هذه سرعة التواصل طبعا كيف تعرف والتصوير وهذا في خدمة وكيف اقنعتوا الناس اللي معكم واللي الناس مقتنعة؟ شفت نحن في مجتمع الحمد لله كيف قلت لك مسلم ومستعد دائما لفعل الخير. ينقصوا شنو؟ ينقصوا التوجيه، ينقصوا حد يحث عليه، ينقصوا المساعدة، ينقصوا لا حد قاع المرسول، خليني نقول ينقصوا حد يرسلوه توف حد يرسلوه هنا المرسول، مو معنى المرسول ذيك الأخرى، حد يوصله من خلاله هذا الخير اللي هو هذا ركاتي. وسائل التواصل الاجتماعي كيف تعرف عن الانترنت؟ سلاح ذو حدين، واحدين يستخدموها الأمور تنافي الشرع، تنافي الدين، تنافي الأخلاق. على الأقل نقبضوها ونديروهم معنا في صورة عن هذيك تساخد من مولي لفعل الخير. والعلاج واقعنا اللي واقع، وعلاج واقع مؤلم نعيشه.
واقع مو اللي منعيشه. يا غير خليني شوي نعود واقعيين شوي معك أستاذ أحمد مناديف. طبعا الناس يقول لك أنت ماشي واحد في وحلف شي بفايت عليك أنت من نفسه، مثلا النشاط لا يضر لك أنت، الدخل لا يدخل لك أنت من وشي، كي مثلا ماشي تساعد فعلا تساعد الناس. يا غير تمولي لابد من حد يساعدك. لا يؤمن وحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الإيمان هذا كيف ليت الإيمان. الإيمان الإيمان البسيط. نحن فينا الإيمان، نحن فينا الإيمان، فينا الإسلام الحقيقي. ياسر من الناس يعزف عن أستاذ، ياسر من الناس يعزف عن العمل به اللي يقول لك ما خلك حد يعزف عنه. ما خلك حد يعزف عنه. أنت عيت تعود في المنتاك ميتوقية يأخذ عليك حد فصل منك فيها، ولو إذار تقبل المية وتصدقها صدقة. هو الميت الكافر اللي يقوم اللي تنعطاله فرصة يقوم من قبره، ما يقول إياك نصلي، ما يقول إياك نعدل. فأصدق وأكون من الصالحين. صدقة، هذه صدقة. صدقة لا يتمرقك، لا يتمرقك من ياسر من بلاوي الدنيا. لا يتحسك براحة نفسية. صور راحة نفسية ما تنشرها. وانت تقد تشريها، انت تقد تشريها بدون أدنى جهد. لا يتقبل. صدقة 20 في المنتج 100 1000 2000 5 10. صور واحدين هناك ماشي واحد منهم يزقل فوتل ويزقل ياسر من الفضاء ياسر من الأمور، ياك يجبر راحة نفسية والله راحة بال. هي قرب لك من ذا، قرب لك من ذا تعب له. رسم البسمة على وجه واحدين، صور السعادة والراحة النفسية اللي تجبر والنوم الهنية اللي يتعدى. أكيد يا غير أستاذ، طبعا الناس معايير السعادة تختلف من شخص لشخص. بعض الناس يقول لك أنه السعادة يراها لا في المال، البعض يراها في مساعدة الآخرين، المال البعض يعود المال البعض يعود أناني في السعادة. المال ليش؟ مثلا المال لماذا؟ المال شلك به؟ المال وياك تتمونك به. أنت اللي تتمونك أنت وتخلي الناس المحيط المحيط بك. الأنانية الأنا الأنا هون الأنا تضخم الأنا مسألة مرض ويعالجوه أخصائي النفس وأمور أخرى من القبيل. هو اللي بعد داخل في النطاق به اللي به اللي هو مبدأ الإنصاف ومساعدة الآخرين اللامنشية من المكارم الأخلاق اللي الأنانية فيها كان أعطيناهن نستخدموا الأنانية استخدام إيجابي. كيف؟ نستخدموا الأنانية استخدام إيجابي. أنا أناني معناه أني نختار الناس كاملة تعود. أنا هو محور الحديث، أنا هو اللي يكلم عني، أنا هو المهم. معناه أني ندخل يدي في البنتي ونصدق هنا قد نصدق بطريقة سرية مثلا. تبتعد شوي عن الرياء والمفاخرة. أنا قاعد لا يندير في ذا الإطار، لا يندير في ذا الإطار. هو شفت الرياء والمفاخرة اللي نعدل منهم فعل الخير، اللي نتعدلهم ويعودوا فعل الخير، على الأقل تجبر صدقتهم، تجبر صدقة منهم، وفي نفس الوقت ذاك الله حسيبك. يقول الشاعر تستر بالسخاء عن كل عيب فإن العيب يذهبه السخاء. يعني شخص سخي يكون دائما عيوبه ما هي الناس ما تراعي فيها. سليم جدا، سليم جدا. هذا هو اللي ندور، هو الاستخدام الإيجابي للأنانية. الأنانية أنا ندور نعود محور الحديث، أنا ندور الناس كاملة تتكلم. لا بد من تشتغل عليه، لا بد من نشتغل عليه، لا بد من نشتغل عليه، نشتغل على عن ياك نعود محور الحديث. تعود الضحي معناها عن ضحي بوقتك، ضحي بفرصتك، ضحي بجهودك. حد جاني قد قاعد مثلا لان طلعت الصدقه وهؤلاء الدحمي يسجون عن داري لان ياخذوا ورواقش اللي دار من دار فلان. فلان نظره شعد فلان لا يوقف الدحمي يسوي قسم الفاضل. نحن مجتمع يتفاخر يعني بياسر من الامور، يتفاخر بياسر من الامور. هون نرجع لقضيه العمل الخيري بطريقه سريه. لا ضربتك بمثال الايجاب ان قد نعدل الانانيه تخلق دائما تخلق وتوف ندير قد ندير في ذا القالب اللي هو من اجل عنها تعود تهذيبها وتوف تهذيبها وتوف على الاقل على الاقل نهذبها به ياك نوصل بعد من فعل الخير للناس الفاصلين. نرجع قلت لك قضيه ريان ووسائل التواصل الاجتماعي. وسائل التواصل الاجتماعي دائما عند هذه المشاكل اللي هي مشاكل على عن يعود واحد ضعيفه شخصيته والله واحده ضعيفه شخصيته ولا يقدو يتكلموا مباشرة ولا في من قد يعبر كيف يقبل عدد من الأكثر كانت هذا الاستخدام السلبي للإنترنت. استخدام سلبي وسائل التواصل الاجتماعي عود هو ما هو جريء في الواقع، ما هو جريء في الواقع وجابر هنا تبليدة متروق فيها وهذا هروب قناع. يعني قناع دايره ياك يقول من خلال يبقى يقول حتى يلعب خاسر وما يقدر يقوله في الواقع بلين قال في الواقع يوخذ في مكبوتاته. يعني مكبوتات اللي نفسية اللي ما يقدر يوخذها في عالم الواقع يجبر لها أرضية في عالم سليم جدا. العالم الافتراضي وطبعا سليم جدا. هذه الصهونات نرجع ونحث على قضية هذه الجهود اللي قاموا بها هذه العلايات ونكذلك نعرف منهم شخص واحد
إلا أني مؤمن إيمان منقطع النظير تقد تقول عن هذول العليات اللي هم اللي عدلوا ذير خير من دون عني وتحدي عربنا أحد. عيت نسمع الأخت نفيسة تقول قالت أم جابر قالت أم كذا وقالت أم كذا، يحاولوا يدخلوا في يدخلوا بقنعة حتى أسماهم تعود دائما مدرقة ما يعرف أحد من خلال أم كذا وأم كذا وأم كذا. رجع عن مكان لا تعود أمهات المسلمين وأمهات المؤمنين بهذا عمل الخير اللي عدلوا ويوصلوا من خلاله بسمة على شفاه واحدين كانوا فاصلين فيها من دون عن واحدين منهم يبذلوا أي مجهود. الحالات اللي عندهم حالات فيها جهاز تصفية يتصل بهم حد عندنا جهاز تصفية ما عندي باش نشري يدبر له حالا باش يشري ويوصل واحدين شري نشروا الأجهزة وحتى ذي الحمى اللي حركة انهارات قبضت لها من المادة طرحت لها فضة ياك أي حد نعلم بحالته ينجى ومول الحمى عد فاصل في قوت عد فاصل في دوة عد فاصل في ياسر مش نشوف نعدلوا ذاك اليوم. وهذه حالات كاملة عندنا موثقة من خلال فيديوهات معدلة بالهاتف المحمول ما فيديوهات محترفة لو كانت محترفة نعود يجبناها لكم لا من خلال الهاتف المحمول موجود على فيسبوك موجود على الواتساب من خلال صفحة من خلال مجموعة ريان من خلال مجموعة ريان على فيسبوك نشطوا عليهم هم الاثنين وياك نوصلوا ذي الرسالة اللي هي نوصلوا رسالة الخير رسالة فعل الخير رسالة السعادة على وجوه الآخرين. سعادة طبعاً أجل. ندرك أن مرضى سرطان كان هم قد استفادوا من أي حالة وصلتنا أنا نأكد لك جدا نأكد لك الرواية عن أي حالة وصلتنا ما قد مولا أرجع خاي أبدا ما قد وصلت حالة لجمعية الريان الخيرية مجموعة الريان ما قد وصلتها حالة يسوى هي شنهية ورجع مولا خاي أبدا أبدا ما حتى اللباس الأعياد رمضان الماضي كل اسبوع كعادته خيمة والله كل اسبوع لا ما عندنا خيمة بلي الخيمة لا بد لك من 9 انت وعدها لا بد من 9 وعدها الانسان ياك يجبر اللي دور لا نحن نشتغل على ان نوصلوا لك لا عند بلك حتى عنك تعود ما نقع عالم به ولا تعرف ذا شنو انت منين يجيك مادة ونجيب لك فطورك 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 يقعد فطورك 5 ايام سمعت وإذا وعد في بليدة اليوم والصبح في بليدة ونهار الأخر في بليدة تقسموا على العائلات بعض تكفل بعض العائلات وفمات إياها دائما نقبلوا كفيل أي يتيم حد فاصل حتى ينجبر له كفيل يتكفل به يتكفل به إذا عاد يشير دائما عدوا للشاشة للأيتام يكفل به دراسته صحته لباسه أموره كاملة يكفل بها يجبر له دائما كفيل هو اللي نرجع ونأكد لك عنه مقطع شافنا حالة ورجعوا له خايب وذا كامل بعون من الله تبارك وتعالى وفضل هذه السيدات الفاضلات اللي قاموا بذا العمل اللي هو وقاموا به في سرية تامة من دون رياء من دون ذي أمور الأخرى اللي وحل فيها الخير. جميل ندرك أنكم عندكم شبكات أخرى تتعاونوا معها تعامل معكم في نفس المجال نحن يعني ما نرفض التعاون مع أي حد أي حد عرض علينا عنه يتعاون معنا نتعاون معه عندنا أمور بسيطة لا يتعدى الفعل الخير نحن وانت قاعد لك الشيء الواحد ما لابد ان قاعد تسهيل يعني عندك تسهلوا له الطريقه اللي يتبرع بها طريقه اللي توصلوا للمعونه للاشخاص اللي فاصلين طبعا نوصله باش يقد قاع هو اللي يتابعنا لين يشوف واحده من الحالات واحده من الحالات ويتاثر بها ويكفلها يتأثر مباشرة يعني. مباشرة يتصل بينا نديره على صلة بالشخص هذا وانت مو راعوا البرد من بعيد به اللي ولا قط قاع خلقتنا الحمد لله أقل عين نسمع عن كفيل يعطي زمن كافل يتيم والله كافل حد ويعقب يتراجع نحن الحمد لله ما قط خلقنا الخلق اللي معانا اللي يكفل لنا الأشخاص خلق عند التزامه يقوم بعمل الخير لتمصر. جميل. لهنا رجع شوي على اسم الجمعية هو جمعية الريان. الريان هذا الاسم. باب من أبواب الجنة. باب من أبواب يدخل الجنة. منه صايم. يدخل منه صايم. وإلا الصيام وحده. الصيام والله مفرح الصبيان. الصيام. يدخل منه صيام. هو ريان ارتوى بعد عطش طويل. حد كان عطشان حتى.
والروى. هذا هو الريان. هذا من أبواب الجنة. ولا يدخل منه قال صلى الله عليه وسلم عنه إلا الصائم. عليه الصلاة والسلام. جميل. بالنسبة من درك عندكم مقر ولا عندكم بلاصة مثلا اجتماع اللي تعدلوا عيد وتعدلوا اجتماع تعدلوا حصيلات حصيلة العمل مثلا؟ ما في أي اجتماع. ما في أي اجتماع. الاجتماع الوحيد يومي ودائم متواصل دائما عن طريق الواتساب عن طريق فيسبوك عن طريق الهاتف. بالرغم ان الناس ماتت صايبه كامله اللي تجبر والله ما هي بلاصه واحده والله هي طريقه جنة. عمليه طريقه عمليه لين نوصلوا منها لفعل الخير. نحن نجبروا يوميا حتى حد مننا نحن من جماعه الريان شاف حاله يجي يوصلها هو ما لابد من حاله حد اخر يمشيان ما نقولوا نحن ما يلاه نشوفوا الحالات لا الين نشوفوا نحن حد مننا شاف حاله يوصل هو ذي الحاله اللي هي ويتكلم عنها من خلال فيديو قصير جدا هي يعود ل 20 ثانيه 20 ثانيه توصل بها تنقذ بها حياه تنقذ بها اسره من ضياع اولادها من خسارتهم اللي الجوع واللي قد يطلص عليهم يقدموا له يمشي يسرق يقدموا له عدل ياسر يرتكب جريمه من اجل سد الرمق قوته اليومي يعني بالرغم من الين يجبروا يعودوا حاسين عن فمات يا مده حاسب مشاكلهم وحاسب الوجع اللي عايشين وطبعا مستعده لتضمد الجراح عن 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 الناس تضميد الجراح هو الهدف الاسمى من فعل الخير حيث هو نحن مجتمع قلت لك في البدايه عنه مسلم ولا نقدر نعوده نحانه كنا على حصيه راسه ما نقدر نعوده كنا على حصيه راسه كنا عايشه لا نفسه عايشه لا نفسه حدها اقل ما نقدر نعوده نراعوا في قاع الكفار وراهم عندهم اهداف اخرى ياك يعدوا لك شيء صالح ياك يوصلوا عنهم اشبه والله شيء ونحن عندنا الدين اللي يامر بالمحبه الموده الرحمه السلام هاي شعاراتنا نحن شعارات الاسلام شعارات ساميه قبضتها لدنيا الاخرى وتبناتها وعدنا نحن خرصوها وعاد بالنسبه لنا مرتبطه بهم وهي حق مشروعنا نحن هي طبعا حق مشروع ان نحن ويلا نعيشوها ويلا تعود في اخلاقنا اليوميه وفي عاداتنا اليوميه. ما حاولتوا تستقطبوا طلاب الجامعه والله بعض من نحن من, من, من يعني يعود الامر اكثر سهوله حتى بتجبروا مادة مثقفه مثلا تعطيكم افكار حتى انكم تطوروا هذه الجمعيه تعود مثلا على ارض الواقع بما ان هي يعني نشاطهم يتوسع شوي. شو الدور من التطوير فوق عنا نوصلوا البل الوجع؟ شو الدور من التطوير فوق ذا؟ عنا نوصلوا البل الوجع حتى اقرب عنا نوصلوا البل الوجع عنا نجول الوجع نجول الالم ونقبضوه ونديروا عليه بلسم نشفوه يقد يعود شفاء مؤقت يقد يعود اني اقل بعد على الاقل صور البسمه العاقب احساس لا يوصف جربوا وراجل هو طبعا راجل من المشاهدين اللي جرب اكيد طبعا هو معاونه الاخرين طبعا هدف سامي مساعده الاخرين من الاهداف من الاهداف الساميه اللي حث عليها الدين الحنيف طبعا وتعكس نوع من التكامل الاجتماعي اللي طبعا بحاجه له دائما بحاجه نحافظ على اعادتنا احنا الموريتانيين ان طبعا هذه عاداتنا متكامل يعني يجب احيائها ويجب ايضا مواكبتها للعصر والتقنيات طبعا الحديثه. قلت لي عنكم عندكم جروبكم اسمه على فيسبوك باط على والله على الواتساب جمعيه راي مجموعة ريان موجودة على الواتساب وفيسبوك موجود على الواتساب وبالنسبة لفيسبوك عندكم كم من الصفحة فيها كم من رجاج متابعي الصفحة ماني رابط بالضبط آخر مرة خلصت فيها يعني العدد اللي عدد اللايكات عدد كبير يتخطى الألف زايدة وراجعين عن يتقدم من ذيك المتابعه لا ياكاش ياك تحث الناس على فعل الخير والله اذا شافت حالات تستحق يقولوا مثلا مجموعه واتساب مفتوحه على 36 37 37 دركانكم قط احمد استاذ احمد دركانكم قطريتوا حالات في الداخل بما ان الارياف طبعا بعيده جدا وفيها بعض الحالات الدكتور ما هو كل حد يشوفه ولا ما كل حد يطلع عليه دركانكم قط جاكم مقطع فيديو مشي لكم حد من الداخل يعني إيه فعلا مقاطع فيديو من الداخل اساس مشاكل الداخل
اللي منهم قدو اللي منهم قدو نحن نتعامل معه ولا مشاكل العيد مشاكل المرض اللي نعود لك إيش مريض فهم وعنده حالة تجيك حالة حالة مريض ونتكفلوا بها نتكفلوا بها بطريقتنا نحن عنا نقبل هذه الأمور لهم ونوصلها له من خلال هذه الحوالات اللي في الداخل والله العاد شيء لازم تطرح فضهم تطرح فضهم يقبلها يقبلها في بليده من موريتانيا كيفه في بليده من موريتانيا توصل في بليده من العالم العالم عالمنا نحن هنا عالمنا نحن صغير عالم الموريتاني عالم الموريتاني عالمنا نحن صغير شكلا الكبير معنا في عالمنا نحن عن اي حد قد نوصله له مساعدة. اي شيء اي حد وصلتنا من عنده انا قلت لك في البدايه عن ابدا ما قد جاتنا حاله ورجع مولاي خايم الحمد لله الحمد لله تحدثوا بنعم الله شكرا يعني الداخل عندكم هاي المشكله مشكلتاش الداخل ما عند ما في مساعدات خلق هذه الحوالات اللي تطرح مبلغ اختصرت عليكم اختصرت ياسر مشي نوصله من خلال حتى عنها قاعد بعض الاحيان بعض المتبرعين ولا بعض اللي يتبنى وهذه هذا الفكر يمشونا مولي نحن عن طريقها ونقبضه ونوصله نحن الجهات نحن نعرض الحاله ويبدو الاعضاء والناس الاخرى اللي يعرفوهم يتبنوا هذه الحاله اللي هي يتبنوا هذه الحاله ويقولوا لاهي نعدلوا لاهي نعدلوا لاهي نعدلوا والله يقول حد من هذه الحاله اللي هي متوقفانا بامورها كامله ندرك انك استاذ احمد ندرككم قد شفت مثلا عرضت على حد يساعد مثلا والله قال لك انا هذا معني داخل فيه والله انتم يعني ما دار فيكم الثقه مثلا الناس اللي الناس اللي اصحاب الخير مثلا يقول لكم احنا ما اقنعتونا ان ذم حاله تستحق والله هذا انا ما نقدر نعطيه والله ما نقدر نخرط في هذه المجموعه بي اللي ظاهر لي عنها ما هي على بابها والله ما هي واضحه قد جبرتوا شيء الحمد لله لا لا لانه بركاتها من نحن اللي عندنا من الخلق خلق الحمد لله عنده ثقة مطلقة فعل الخير هو اللي يتصدق بصدقة هو راكب الفرس ما يرتد إلى جاك دور صدقة ونحن ما ندورها رأسنا ولا فينا حد فاصل فيها ونعدلوها من أجل فعل الخير من أجل إصرار لسيرة الخير من أجل عنه ننقل مخلوق مولانا من عنه يعيش حالة بؤس شفناها في بلاد أخرى والله من اللي شفنا في التلفزة ومن اللي شفنا وسمعنا به من خلال الإذاعات من حالات البؤس اللي يعيش يعيشوا ذي المجتمعات الأخرى حاولوا نحن عنا ما نخلوا مجتمعنا عنه يوصلها وراجعنا عن الجميع يمشي على نفس الطريق اللي مشينا عليه وعدل قاعد اللي يشبه منه انت ترى شنو تفاعلكم مع الإعلام ترى الإعلام أول ظهور إعلامي أول ظهور إعلامي هذا هو أول ظهور إعلامي وعدلناه إياك إياك نقولوا للناس عنا مجتمعنا مازال فيه الخير بين اللي شفنا ياسر مشي شفنا ياسر مش كيف قلت انت عن في مات واحدين ما عندهم ثقه في الناس اللي توصل نقول لك لا لا نحاولوا عنا نوصلوا شاب من اللي عن فرتي لا يتوصل يعني ذي الفضاء لا يتوصل هذا الشخص البائس اللي قاعد يحاني طبعا هذه الفضاء يضمنها لك عليك تمرق قلبك مرق ذي الفضاء ذي مرق انت قلبك يعني تمرق انت قلبك معنى بعض منهم يمشي معكم يقول لكم انا لين نمشي نطلع على هذه الحاله ونشوفها ونعود نمولي هي الحاله شفنا نحن قاعد تخطينا ذي الامور اللي هي كامله تخطينا يعني هذه مراحل تقليديه تخطينا بامر بسيط نحن اي حاله ريناها نصوروها قبل تجبر الكفيل نصوروها ونطرحوها ياك تجبر الكفيل نصوروها بعد انا قبل انا حجل يعني قط ظهر مثلا قط حضرت الوحده من 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 من, من هذا وطبعا كان شخص مريض وتم تصويره وتصوير الحاله اللي فيها وقطع انها وصلت شريط شافه المحسن وشخصه طبعا كان طبعا وسائل التواصل الاجتماعي طبعا لعبت دور بارز في ايصال صوره الناس اللي محتاجه للمحسنين وعود المحسنين ايضا تسهل عليهم ايضا عمليه تقديم صدقه للناس المحتاجه. اذا استاذ احمد ولا ناديف انت المسؤول الاعلامي لجمعيه ريان شكرا جزيلا لك على حضورك اليوم معنا ونتمنى طبعا طبعا الجمعيه انها عشرات الجمعيات على هذا المنوال. شكرا جزيلا لك. مرة أخرى إذا المشاهدين الكرام طبعا برنامج يوم جديد يتواصل معكم وبعد الفاصل فقرة التربية وراجعين.